بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحيي الشعب العراقي العظيم والمشاهدين والمتابعين الأكارم في مثل هذا اليوم من كل عام، لأنه اليوم الذي انطلقت به ثورة 20 ضد الاحتلال البريطاني، فهي ذكرى عزيزة على كل عراقي حر غيور على بلده وأمته، لأنها ثورة كل العراقيين، إلا أن ما يميز ذكراها في هذا العام هو أنها الذكرى المئوية لتلك الثورة التاريخية التي أصبحت نبراسا لكل الثورات الوطنية التي أتت بعدها، لأنها ثورة أظهرت تلاحم أبناء الشعب العراقي بكل أطيافهم ومكوناتهم للدفاع عن أرضهم ومقدساتهم في ملحمة كبيرة هزت أركان الاحتلال البريطاني. وبهذه المناسبة يقيم القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين هذه الندوة الخاصة بالذكرى المئوية لثورة 20، والتي نعقدها حسب ضوابط وإجراءات السلامة الصحية، ولذلك ستكون بدون جمهور وحضور بسبب خطر جائحة فيروس كورونا. نسأل الله تعالى لنا ولكم وللمسلمين وللناس أجمعين السلامة من هذا الوباء. وتتضمن الندوة ورقتين وقصيدة، الورقة الأولى للأستاذ حارث الأزدي، والورقة الثانية ستكون قصيدة للأستاذ الشاعر مكي النزال، والورقة الثالثة ستكون لمسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري. ونبدأ على بركة الله تعالى الورقة الأولى مع قصة ثورة 20 من زوايا الثقافة والأدب للأديب والناقد الأستاذ حارث الأزدي، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا للقسم السياسي على هذه الندوة. وعنوان ورقتي هوامش من سفر ثورة 20 قصائد وأهازيج. أقول هي قصة شاعرة وإحساس متنفس وقول موزون على عروض الشعر وفي ميزان الأهازيج الشعبية، وصف لفعل له أصل وبواعث أثمر ذكرا مستداما على مدى عقود. إنها قصة ثورة 20 من زاوية الثقافة والأدب، قصيدة وأهزوجة في الذكرى المئوية لثورة 20 الرائدة، تلك الثورة التي دللت على وعي وكرامة وعزة وإباء العراقيين جميعا بكل تفاصيلهم حين وقفوا بوجه أعتى قوة وقتها بريطانيا الإمبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس. ومما لا شك فيه أن الشعر وديوان العرب وسجلهم المعتمد ليومياتهم وآثارهم ومفاخرهم وحتى أحزانهم، فهم يسجلون أيامهم وغزواتهم ويوثقون وقائعهم ومفاخرهم. وقبل ولوجنا إلى مقتضيات هذه الدراسة، أعطي لمحة سريعة عن الثقافة والمثقف، من حيث إنها كلمة جامعة لروح المعاني ومرتكزات العلوم بفهم شفيف لمغزى المدركات الحسية والعقلية والنفسية، تتمثل بعمل كبير ومنتج عصي على النسيان أداه المثقف العراقي قبيل وإبان الثورة 20. تجلى ذلك في مرحلة التهيئة على هذا العمل المثمر من تدارسنا، وليس أدل على وقوف هذا المثقف هذا الموقف الكبير من تدارسنا هذا اليوم في مئوية ثورة 20، فهو الموثق لهذا الفعل العظيم. نتناول هذا اليوم أحداث ثورة 20 ليس بمفهومها الثقافي واليومي، بل من زاوية
ثقافية فصحى في قصائد الشعراء، ومن زاوية شعبية بلغتها المحكية المحببة والمكثفة كما في الأهازيج والقصائد الشعبية. تمثل دور المثقف في أحداث ثورة 20 بحضوره المميز في الفعاليات الإسلامية والعربية والوطنية وكل نشاطات المجتمع العراقي، إدراكاً منه أن الحقيقة التي يجب أن تكون ماثلة أمام أعين العراقيين أن محتلاً لن يجلب للعراق إلا الدمار والتشظي والضياع وفقدان الهوية. ولا عليكم من لافتاته التي يسخر لها مرتزقته للدجل بها. أليس هذا الكلام منطبقا علي في هذه الأيام؟ الخطباء والشعراء كان لهم دور بارز في إلهاب مشاعر الناس وتوعيتهم، فهم يمثلون قبس النور الذي يستهدي به الناس، ويمثلون الجمرة التي تديم اشتعال الثورة. وهذا واضح من دور علماء الدين ورؤساء العشائر، حيث كانت تعقد المجالس لبث الوعي لدى الناس ومطالبتهم للقيادات المجتمعية بإرسال الوفود إلى بغداد للمشاركة بالحركة السلمية ولتسجيل الموقف والمطالبة بحقوقهم. من بين اللافتات أثناء الإعداد لهذه الورقة، رصدت تراجع شعراء الصف الأول، أو لنقل الشعراء البارزين في المشهد آنذاك. وبالتأكيد هذا القول ليس اتهاماً، وربما لكل أسبابه، غير أن دواوينهم خلت من أي قصيدة كما يؤكد باحثون. تحدثوا عن ثورة 20 بكامل تفاصيلها، هؤلاء الشعراء الكبار لم تسجل لهم قصيدة في هذا الموضوع. لكن دعونا نستعرض بعض أسماء الشعراء الذين تناولتهم الدراسة. محمد مهدي البصير، صالح العلي، محمد حبيب العبيدي الموصلي، محمد مهدي الجواهري، عيسى عبد القادر الأعظمي، عبد الحسين الحويزي، محمد علي اليعقوبي، حسين كمال الدين، ناجي القشطيني، خليل عزمي العاني، وكاظم السوداني، وأبو المحاسن الكربلائي، وسعد صالح. ندخل إلى الجانب المضيء. أول الشعراء حسين كمال الدين، شاعر نجفي عمل للثورة أعمالا سجلها له التاريخ، ومنها دعوته الصريحة لمقاومة الإنجليز. ومثله فعل الشاعر محمد حبيب العبيدي الموصلي، الذي أظهر كرهه وبغضه وتبرمه من وجود الإنجليز. وتسجل أيام الثورة موقفا للشاعر عيسى عبد القادر الأعظمي، الذي وقف خطيبا في جامع الحيدر خانة داعيا إلى التظاهر، ثم أعقبها بقصيدة عصماء دعا فيها العراقيين للم الشمل مهاجما قوات الاحتلال البريطاني. يقول في القصيدة: بني النهرين نسل الطيبين، أفيقوا واسمعوا الحق اليقين، تفرقنا طوائف واختلفنا، فأصبحنا جميعا صاغرين، وجاروا واستبدوا ما استطاعوا، وذا شأن البغاة الظالمين. من زاوية أخرى تجد قصيدة للشاعر ناجي القشطيني، يحرض فيها أيضا على مقاومة المحتل وأخذ الحق بالقوة، بل ويسخر من وعود المحتلين. أقرأ لكم منها أبيات: قد غرك البرق اللموع، فبات صدرك منشرح، وفرحت من كل الوعود، وخاب من فيها فرح، أين الحليف وأين من يصغي إليك فتقترح، قد خان عهدك هازئا لما بتجرته ربح.
الشاعر الثورة هو محمد مهدي البصير، له قصائد كثيرة في الثورة وقصائد محرضة، لعل أشهرها التي حفظناها أيام الدراسة: إن ضاق يا وطني عليك فضاك، إن ضاق يا وطني علي فضاك، فلتتسع بي للأمام خطاك. وحين نواصل تجوالنا في ربوع هذه الطبقة نجد الشاعر كاظم السوداني الذي كان متميزا بنفسه القومي في قصائده التي توثق للثورة، حين يقول: بني العرب خلوا السلم قد حانت الحرب، فأنتم بها أولى وأجدر يا عرب. أما محمد حبيب الموصلي فيقرأ قصيدة من أعلى العراق من الموصل، يحرض للمشاركة في الثورة، فيقول: يا رجال الموصل الحدباء من كل شهم تخذ المجد شعارا، تلك بغداد سعى أبناؤها فأصابوا دوننا اليوم فخارا. يعني يقول لهم الحقوا بأهل بغداد. كذلك من بين الشعراء البارزين في هذه المرحلة محمد علي اليعقوبي الذي له قصائد كثيرة بالتغني في الثورة، يقول في إحداها: أحبتنا بساحات الكفاح ثقوا بالنصر فيها والنجاح، نفرتم للوغى لما دعاكم لها الداعي بشوق وارتياح. أما في كربلاء فقد وثق الشاعر خليل عزمي العاني ما حدث في اجتماع المجلس الحربي في كربلاء وتعيين السيد محسن أبو طبيخ متصرفا أي محافظ، مع إعلان رفض السلطة المركزية التابعة للإنجليز، وقد رفعوا العلم العربي بألوانه الأربعة، فقال بقصيدة: بشراك يا كربلاء قوم انظر العلم على ربوعك خفاقا ومبتسما، وشاهدي كيف أمسى القلب مبتهجا من الحماس ويهفو أن يريق دما. أما بكائيات الثورة فقد كانت من نصيب أبي المحاسن الكربلائي، يقول: يا غلة الأحشاء غاض المورد، يا أزمة الأيام غاب النجد. وكان من شعراء هذه المرحلة من يفتح مجلسه ليجمع الناس لغرض التداول في أمر البلاد وما يجري في العراق، وكان من بينهم محمد باقر الحلي، كان يحث العراقيين على عدم الخضوع والركون للإنجليز ويلفت نظرهم إلى ما يجري في العالم سواء في مصر أو في الهند، فيقول: بني العرب لا تأمنوا للعدا مكرا، خذوا حذركم منهم فقد أخذوا الحذرة. الشاعر الجواهري على الرغم من حداثة سنه في ذلك الوقت إلا أنه كانت له قصائد شعرية في الثورة، وثقت منها غرق الباخرة فاير فلاي في شط الكوفة، فيقول: وإن أنسى لا أنسى الفرات وموقفا به مثلت ظلم النفوس الفضائع، بباخرة فيها الحديد محافل تقيها وأشباح المنايا دوارع. ننتقل الآن إلى الجزء الثاني من هذه الورقة، وسيكون مخصصا للحديث عن الأهزوجة أو الهوسة، وهي من موروثات العرب عبر القرون، فتكاد لا تجد حربا من دون أهزوجة أو بيت شعر يتغنى به الأبطال، وهي قريبة للنفس محببة سريعة الحفظ، فيها من كثافة الأفكار ما يستدعي شرحها عددا من القصص والحوادث لكي يفهمها من هو بعيد عنها. تتميز الأهزوجة بأنها قد تكون بنت ساعتها، فهي مستوحاة من الموقف، ولكنها في الحقيقة تأتي وتتشكل نتيجة انفعالات وأفكار ومرويات وحوادث وشخصيات، منها الجيد الذي يقتفى أثره ومنها الفاسد الذي يحذر منه.
تحتوي معاني الأهزوجة على نصائح وعبر أو تنبيه أو تحذير مسؤول أو حكومة، كما تتضمن الحكمة الشعبية وتوظف المثل السائر. تتعدد أغراض الأهازيج الشعبية بين المناسبات الحزينة والمناسبات المفرحة، بين بكاء مفقود أو رثاء قتيل أو مطالبة بثأر أو تحريض على الدفاع عن الوطن. من سماتها الذكاء الفطري المبهر والنكتة اللاذعة، فهي علامة مميزة في صياغة الأهازيج، فهي التي تستطيع أن تختزل موضوعا كبيرا متعدد الواجهات بألفاظ معدودة، لكنها منتقات بعناية وإتقان لتكون تركيبا جماليا يبقى في الذاكرة. أعرض عليكم مما تحفظون وما هو متداول في يومنا هذا وقد قيل قبل 100 عام. مجموعة من ثوار العشرين أرادوا التعرض لقوات الاحتلال البريطاني، فسمعوا أن عددا من الشيوخ يريدون الاستنجاد بأمريكا لتخليصهم من الاحتلال البريطاني، فانطلقت أهزوجة بس لا يتعلق بأمريكا. غير أن هذه المجموعة الثائرة وصلت إلى المعركة وتكبدت خسائر، فقالوا أن هذه الخسائر قد تدعوهم إلى الاستنجاد بأمريكا، فكانت لديهم قصة صياد رمى شبكته وتعلقت بصخرة فأخذ يجرها ويحسبها أنها قطان، لكنها كانت صخرة. فانطلقت أهزوجة تقول قطان حميد سرتانة، أي أن خسارتهم بهذه المعركة قد يستغلها ضعاف النفوس للاستنجاد بأمريكا. من الأهازيج المشهورة بعد تمكن أحد الثوار من قتل رامي المدفع، نادى فوق رأسه وهي مشهورة الطوب أحسن لوم قواري. ومن الأهازيج الواعية التي بقي صداها يرن في أسماع العراقيين وتدل على التزامهم بالدين، يقولون حل فرض الخامس قومولة، أي حل فرض الجهاد. وترى حين تستقرأ نصوص الأهازيج العراقية في ثورة 20 عجبا عجابا حين تسمع امرأة تسأل أخاها، تسمع ولدها حين اقتاده البريطانيون للتحقيق معه، فقالت بس لا يتعذر موشانه، فأجابها من فوره لأنه تربيتها، حطوني بحلقة وقلتانة، أي وضعوني بمواجهة الموت ولم أنكر قضيتي. ومن صور التراجيديا المترجم للحزن العراقي المؤطر بإطار العزة والإباء حين أجابت امرأة جاءت تسأل عن ولدها، سألت أخاها حين عاد الثوار، فقال لها أخوها وهو خال القتيل جن لا هزيتي ولوليتي، فأجابته من فورها هزيت ولوليت لهذا، أي ربيت لهذا اليوم. وتأخذنا الأهازيج إلى حيث المعاني السامية بصورة مركبة تركيبا فنيا رائعا، حين تفتقد الرمز والعون والسند والفكر المتقد وصاحب الرأي المطاع في ساعات الشدة، فتقول كلمات ظاهرها العتب وباطنها من قبله لوعة الفقد والحنين لوجوده، فحين تسمع بلشها ونام بسردابة تعني أن شيخا كان له رأي وكان يحرض على مواجهة الاحتلال ومواجهة قوات الاحتلال، لكن وافاه الأجل، فلما حانت ساعة المواجهة افتقدوه فقالوا بلشها ونام بسردابة. ومن الأهازيج العميقة الدالة على إصرار العراقيين بالتمسك بحقهم وأرضهم أن قوة بريطانية وهذه في الناصرية تعرضت إلى معركة دامية، فذهبت إلى شيخ عشيرة آل زيرج واستشاروه أن يعبروا جسرا على نهر صغير اسمه باهيزة،
فقال لهم دعوني أستشير. فأخذ القائد وذهب إلى ذلك النهر وجلس ينظر إليه، فنادى من فوره شرناها وعيت باهيزة، وإذا بالرجال من حوله يقول شرناها وقالت ما أريد، وشرناها وقالت كالتالي، وشرناها وقالت ما يعبر، وأعادوا هذه القوة. كذلك من المواقف الحاضرة في الذاكرة العراقية في من أهازيج ثورة العشرين مشهد الفالة، حين أحد الثوار ضرب الضابط الإنجليزي بالفالة وقتله، فناداه قال هاي العارضية لها على الدول معتاد، كل جيش اللي يطبها يصيح منها الداد، الفالة بظهر الآمر وصلت البغداد، مشكول الذمة على الفالة، أي بمعنى أنك وإن كنت مقتولا لكنك سرقت الفالة. ومن صور قوة المرأة العراقية حين جاءت تتفقد ابنها فوجدت ابنها وقد قتل بطعنة جندي بريطاني، ورأت أن الجندي قد قتل أيضا حين طعن ابنها، ابنها التقى مع حنجرة الجندي فقتله، فهوست فوق جثة ابنها بعزة وإباء، قالت عفي ابني جاءت الجتالة، أي أخذ ثأره بيده. ولعل الأهزوج التي رددها العراقيون مرارا وتكرارا فرحا بعمل بطولي كبير حين قتل الشيخ ضاري المحمود الضابط الإنجليزي ليتشمان، فاهتزت أركان لندن وارتعبت قواتها، ولا يزال العراقي يردد إلى الآن هز لندن ضاري وبتشاها. ومع أن العراقيين لم يكونوا على دراية ومعرفة بالطائرات، كانت القوات البريطانية يعني أكثر عدة وعداء وعتاد منهم، إلا أنه كانوا ينظرون إلى الطائرة ويخاطبها بشموخ المقتدر، بشموخ المنتمي لهذه الأرض، يناديها يلترعد بالجوهز غيري، أي أنك لن تنالي من قوتي وعزيمتي. وبقيت آثار ثورة العشرين إلى ما بعد الثورة، حين رافق ضابط إنجليزي أحد أفراد الحكومة وذهب إلى قرية من القرى، فوجد أن مكرمين الكلاب وبنات آوى يعني قد سمنت، فقال له أحد الشيوخ ينبزه، قال من ذولة ربع واوينة، أي من هؤلاء الجنود الإنجليز أكل جثثهم فتربع، يعني سمنت الكلاب وبنات آور. أختم تجوالي بقصتين أقولهما على سرعة. يروي الدكتور علي الوردي في كتابه لمحات اجتماعية من تاريخ العراق قصة يظهر فيها الذكاء العراقي. الميجر ديلي أراد إلهاء العشائر في الجنوب، فابتدع مشروعا حفر جدول بين هور بن نجم ونهر الفرات لأجل إلهائهم، وفرض على كل شيخ أن يأتي بعدد من أفراد قبيلته، فصار هذا المكان بدل من الإلهاء مكان اجتماع الثوار والتداول وتوحيد الكلمة. فلما سمع بها الميجر ديلي ألغى المشروع وأعادهم إلى قراهم. القصة الثانية هي قصة خير الهنداوي، وهو شاعر كان يعمل موظفا في الإدارة الإنجليزية في الحلة، فسمع أن تجمعا الضابط البريطاني تجمعا في الجامع الكبير في الحلة ويدعون إلى مناهضة الإنجليز، فأرسل خيري الهنداوي لتهدئة الناس، فذهب إليهم خيري، فلما وجد الناس ألقى بهم خطبة هيج الناس، بمعنى أنه يعني أراد أرسله للتهدئة فأشعل أوارها.
كانت هذه هوامش مضيئة من سفر ثورة العشرين، وفي نصوصها أحداث وبطولات جديرة بالوقوف والتأمل. آسف على الإطالة وشكرا لاستماعكم. الله شكرا جزيلا للأستاذ حارث الأزدي على هذه المواقف التي جسدتها تلك الأهازيج المشرقة في تاريخ ثورة العشرين. والآن مع الأستاذ مكي النزال ليتحف مسامعنا ويلهب مشاعرنا بقصيدته عن ثورة العشرين ومطلعها: قم وفاء لثورة العشرين، ثورة النور والهدى واليقين. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قد قال الشعراء كما أسلف أخي الشاعر حارث الأزدي، قالوا كثيرا في ثورة العشرين، ولكن هذه أول قصيدة في ذكراها المئوية، وهذا شرف لنا شرفتمونا به. قم وفاء لثورة العشرين، ثورة النور والهدى واليقين، ثورة لم يكن لها من مثيل يوم صد الرجال ريح المنون، يوم ثار المجوار في وجه علج في نزاع معربد مجنون، في صراع مقدس وتحد بين حق وباطل ملعون. قل سلاما على رجال غيارى عاندوا ثورة الهوى والفتون، قارعوا الشر بالصدور العرايا من خيام بدت كعالي الحصون. هب قوم هم الليوث الضواري وابن آوى يحوم حول العرين، كان ضاري المحمود يزأر هبوا ويرد الشعلان يا نار كوني، يتنادون أن هلموا لمجد لعراق يضام من كل دوني. وتعالى نداؤهم لا تهونوا، هو وعد لدجلة لن تهوني، جالد الظلم والظلام بصبر إنما الصبر معدن التمكين. واركبوا للوغى ظهور المطايا واطردوا كل خانع مستكين. مئة من سني قهر وظلم لم تزل باهر السنا في العيون، لم تزل تحفظ الفصول اللواتي دونت بالندى بكل جبين. إنها ثورة العراقيين جمعا سرها في خلودها الميمون، زرعت في ربعهم شهداء كطوال النخيل والزيتون. ذكرهم لن يكون إلا نديا في ضمير الأجيال عبر السنين. قم وحي الأبطال واقرأ عليهم كل يوم من عاطر التدوين، وتعلق أكفانهم حيث تمضي وتفاخر بأصلهم في البطون. لا تقل غادروا فهم لم يغيبوا عن سماء وعن رطيب غصون، سكنوا النجم يرصدون شبابا لم يضيعوا بعاصفات الظنون، رسموا للعراق خط شروع سالك للمسير في كل حين، ومضوا للسماء سرب صقور فوق دخن الهوى وغيم الظنون، حاملين العراق في الصدر نورا مبصرين النجوم عين اليقين. أسسوا بالدماء للصرح يعلو وأشادوا أركان فكر
رصيني شرف للقصيد ذكر نداهم هم رموز الندى وبيض اليمين. السلام عليكم. شكرا للأستاذ مكي النزال على قصيدته الرائعة. والآن مع الورقة الثالثة وهي لمسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورقتي بعنوان التاريخ الشفوي لثورة العشرين. نحن في الذكرى المئوية الأولى لثورة العشرين، وهذه الذكرى تستدعي منا كثيرا من الجهد لبيان تاريخ الثورة كما هي لا كما يراد لها أن تكون من هنا وهناك. وهذه الذكرى الجديدة تبعث فينا معاني أيضا كبيرة وعظيمة على أثر هذه الثورة الممتد حتى هذه اللحظة بعد 100 عام من اندلاعها في عام 1920 من القرن الميلادي الماضي، وتأثيراتها المستمرة لا في العراق وحده وإنما في مناطق أخرى في وقتها وحتى اللحظة. ويكفيها أنها تصنف في بعض الأدبيات العربية والأدبيات الغربية لأنها الثورة المسلحة الأولى ضد الاحتلال البريطاني، بمعنى ثورة مسلحة تدوم أشهر ومعارك وقتال واستخدام طائرات وما إلى ذلك. وأيضا هي الثورة العراقية الكبرى، هذا الاسم الذي علق بها منذ ذلك الوقت والذي هو ملازم لها حتى اللحظة، بل في هذه اللحظة في ذكراها المئوية يأخذ أبعادا أكبر عندما نقول هي الثورة العراقية الكبرى، أولا لأنها ضد الاحتلال البريطاني، وهذا الأمر لم يحصل بعد ذلك إلا في عام 2003 في تصدي العراقيين أيضا في ثورة كبرى جديدة ضد الاحتلال الأمريكي والبريطاني، وهي أيضا ثورة كبرى لأنه اشترك فيها جميع العراقيين من كل الفئات والمكونات والأديان والمذاهب والعرقيات بغض النظر عن مستويات المشاركة وظروف المشاركة، وهذا الأمر مقطوع به في الدراسات العلمية ولا مجال للنقاش فيه أبدا. ومن هنا نستشف هذه المعاني في هذه الذكرى المئوية ونؤكد عليها، وأكد عليها إخواني من سبقوني، الأخ حارث في ورقته والأخ مكي النزال في قصيدته، وقد أشاروا إلى كثير من هذه المعاني، وأشاروا أيضا بطريقة غير مباشرة إلى أن هذه الثورة تحتاج إلى أن تخدم أكثر، تحتاج إلى أن تقرأ قراءات فاحصة وواعية، نحتاج أن نخرج خبأ هذه الثورة المطمور غير المعروف، وأن نشهر المعاني المكتوبة والمدونة والموثقة، ولكن للأسف لا تصل إلى أيدي الجميع وأسماع الجميع، ويكتفي كثير من الناس بالصور النمطية التي تروجها بعض الدوائر ووسائل الإعلام. لذلك اخترت هذا العنوان التاريخ الشفوي لثورة العشرين من منطلق أن الثورة قد دونت أحداثها وكتب فيها كثيرون، وهناك مؤلفات عدة منها ما هو مستوعب ومنها ما هو يناقش جزءا أو جانبا أو مكانا أو زمانا من أحداث الثورة، ولكن على الرغم من كل هذه الجهود ما زالت هناك أسرار كثيرة في هذه الثورة وتفاصيل وأخبار ووقائع لم يتم التطرق لها، والسبب في ذلك أنها لم تدون. فإذا موضوع التدوين التاريخي لثورة العشرين قام على أمرين وعلى قسمين، القسم الأول هو التدوين المعروف، التأليف والكتابة والبحوث والدراسات، وهذا كثير والحمد لله، ولكن هناك جوانب خفية لم تدون حتى اللحظة وهي تحتاج إلى تدوين، وهذا التدوين يسلك له أو يوصل إليه من خلال الرواية الشفوية. نعم بدأت تقل مصادر هذه الرواية الشفوية بسبب طول الزمان وقدمه وموت كثير ممن شاركوا في الثورة أو أبنائهم أو أحفادهم، ولكن ما زالت هناك أسرار وأخبار وتفاصيل يمكن الوصول إليها من خلال المنقول الشفوي
لدى المجاهدين وأبنائهم وعشائرهم وقبائلهم وبيوتاتهم وما إلى ذلك. في البداية نعطي لمحة عن مفهوم التاريخ الشفوي، ثم نتحدث عن تاريخ ثورة العشرين الشفوي. مفهوم التاريخ الشفوي باختصار، جمعا بين كل التعريفات والأوصاف المعطاة له في الدراسات الغربية التي بدأت متأخرة بالانتباه إلى أهمية هذا المصدر المهم من مصادر الرواية التاريخية، هو الوقائع غير المكتوبة والمستقاة من شهود العيان. هذا هو وصف مفهوم التاريخ الشفوي أو التدوين الشفوي. بعد ذلك، وبعضهم يقول هو تاريخ العامة وليس الصفوة، لأنه غالبا يؤرخ للصفوة من الذين يشاركون في الأحداث، أي البارزون في الأحداث، فهؤلاء صفوة القوم، فالناس تتوجه إليهم لاستقاء شهاداتهم ومن ثم تدوينها ونشرها، ولكن عامة الناس ممن شاركوا في الثورة وهم أعداد كبيرة جدا لا يلتفت إليهم غالبا. فالتاريخ كما تقول وجهة النظر في هذا الموضوع وليس ما يرصده الصفوة فقط، وإنما ما يرصده الصفوة ويرصده عامة الناس. وبعض الدراسات الغربية تميل إلى تسمية هذا التاريخ، وصف هذا التاريخ بأنه تسجيل خبرات الطبقة العاملة البسيطة، أي الطبقة التي هي في القاع كما يقولون. وهذه نظرية أيضا غربية تعتمد على النزول إلى قاعدة المجتمع. وأخيرا هناك مفهوم آخر للتاريخ الشفوي، يقول هو تاريخ المحجوبين عن التاريخ، ولا سيما الأقليات والتجمعات الفطرية العرقية الدينية الإثنية المنعزلة، والتي عادة هي في أماكن أو أوضاع وظروف لا تتيح لها الانتشار، فيذهب إليها المؤرخون والباحثون والآثاريون يستقون منهم المعلومات الشفوية، ثم بعد ذلك تنشر في دراسات. فإذا التاريخ الشفوي هو مصدر من مصادر الرواية التاريخية، مصدر من مصادر التاريخ. موقعه من كتابة التاريخ، ما هي أهمية هذا المصدر في الكتابة التاريخية؟ الاهتمام بموضوع التاريخ الشفوي بدأ متأخرا عند الغربيين، وتحديدا في النصف الثاني من القرن العشرين الميلادي، عندما التفت بعض الباحثين الأمريكان إلى تدوين شهادات بعض الرجال الأمريكان سواء كانوا سياسيين أو عسكريين بعد الحرب العالمية الثانية. وكذلك في بريطانيا تأخر إلى الخمسينات والستينات، وبدأ بعض المؤرخين الاجتماعيين البريطانيين يهتمون بهذا الموضوع من جانب علم الأنثروبولوجيا، يبحثون المجتمعات وتاريخ المجتمعات وتطور المجتمعات، فيحتاج هذا إلى أن يذهبوا إلى هذه التجمعات البشرية ويستقوا منها المعلومات عن هذه التجمعات. ثم في أوائل السبعينات تم إقرار أو إنشاء جمعية التاريخ الشفهي البريطانية على يد المؤرخ بول تومسون، يعني في بداية السبعينات من القرن الميلادي العشرين تم إنشاء جمعية التاريخ الشفوي أو الشفهي في بريطانيا، وهو إنشاء طبعا متأخر. أما إذا ذهبنا نستقصي وصول التاريخ الشفهي بحسب الرواية الغربية، فيتعود طبعا للمؤرخين اليونانيين القدامى، وكيف اعتمدوا الروايات الشفوية في توثيق هذا، ثم انتقل هذا الأمر إلى القرون الوسطى في أوروبا. هذا كله يدل على أن هذه الأمور متأخرة جدا عند الغربيين بخلافها عند المسلمين، فالمسلمون يفخرون بأن تاريخهم أساسا قام على الرواية الشفوية، وليست الرواية الشفوية المجردة عن الأدلة أو الرواية الشفوية الظنية القائمة على السماع من أحد الناس، أو الرواية الشفوية القائمة على أساس الحاجة للذهاب إلى أقوام والاستماع منهم، لأن فنا ما مبحثا ما من باحث التاريخ يحتاج هذا الأمر، أو أن شخصية عظيمة من الشخصيات يخشى أن تموت فنلجأ إلى تسجيل ذكرياتها كما فعل الأمريكان والبريطانيون. ولكن هو منهج، وهذا هو الفرق بين التاريخ الشفوي عند المسلمين عند العرب عموما وبين التاريخ الشفوي عند الغربيين. فالتاريخ عند الغربي ما زال إلى الآن هو وسيلة، ولذلك هناك خلاف في المدارس الغربية التاريخية، هل يعد التاريخ الشفوي منهجا في كتابة التاريخ أم هو وسيلة لتوثيق التاريخ؟ بينما عند العرب قبل الإسلام في توثيق شعرهم وأدبهم، ثم بعد مجيء الإسلام في توثيق علومهم الشرعية، في تدوين القرآن أولا، أو في عفوا في جمع القرآن الذي حفظ بعد أن نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، حفظ شفويا ثم بعد ذلك جمع خشية
أن يضيع بعد أن كما تعرفون الحادثة المشهورة كثرة القتل في الحفاظ من القراء القرآن. ولكن بعد ذلك بدأ علماء المسلمين يتحررون من هذا التحرز بعد أن أتموا حفظ القرآن وجمع القرآن على فترات مختلفة على مديات زمنية مختلفة، ثم اتجهوا إلى تدوين السنة النبوية، جمع السنة النبوية التي تنقل شفاهاً واستمرت تنقل شفاهاً على مدى قرن ونصف تقريباً، ثم بدأ جمع هذه السنة، ولكن وفق قواعد علمية ومنهجية ضابطة تجعل من التاريخ الشفوي عند المسلمين منهجاً للعلوم وليس أو منهجاً للتاريخ وليس وسيلة للوصول إلى التوثيق التاريخي. واستمر هذا التاريخ الشفوي مستمراً حتى مع التدوين إلى زماننا الحاضر. الأمثلة على ذلك كثيرة، لعل من أبرزها بعد جمع الحديث هو استمرار سلسلة سند الحديث واستمرار سلسلة سند القراءة القرآنية وما إلى ذلك. فإذن هي وسيلة ومنهج متأصل في الثقافة الإسلامية بخلاف الثقافات الغربية التي انتبهت أخيراً إلى هذا اللون من ألوان التوثيق التاريخي. إذا انتقلنا إلى موضوع المنهجية، يبدو أن الغرب أيضاً لجأ إلى التدوين الشفوي بعد أن تطورت وسائل الاتصال، تطورت الوسائل العلمية، تطورت وسائل التوثيق، بدأت الدراسات الأرشيفية وما إلى ذلك، فرأوا أن الحاجة ماسة. بينما إذا عكسنا الأمر ورجعنا للتاريخ الإسلامي نجد أنه هذه الرواية الشفوية موجودة، وجود أو تطور الأحوال العلمية والاجتماعية والثقافية ووسائل التواصل والحفظ والأرشفة كانت وسيلة لاستخراج هذا الخبء الكبير من تراث وتاريخ المسلمين. فإذا الرواية موجودة، لما حصل التطور العلمي ساهم في كشفه ونشره وتوسعته، بخلاف الغربي كان مهملا لهذا الجانب انتبه له بعد تطور العلوم الحديثة. ولكن إذا جئنا إلى موضوع الاستفادة من هذا الفن الجديد، من هذا المنهج الجديد غربيا، وأقصد هنا به جديد من حيث الوسائل التي التقنية التي استخدمت فيه بعد تأسيس الجمعيات بل ومراكز التاريخ الشفوي في الجامعات الغربية، نجد أنه دائما نبدأ متأخرين أو نبدأ من حيث انتهى الآخرون. إلى الآن نعم هناك مؤتمرات عن التاريخ الشفوي، أذكر مؤتمر كان في غزة في عام 2006 عن التاريخ الشفوي في فلسطين، ومؤتمر في عام 2014 في بيروت، هذا كان مؤتمر كبير جدا عن التاريخ الشفوي وطبع في 3 مجلدات. ولكن هل هناك مراكز للتاريخ الشفوي؟ هل هناك لجان للتاريخ الشفوي؟ هل هناك جمعيات للتاريخ الشفوي في البلاد العربية؟ يبدو أنه موجود في بعض الجامعات هنا وهناك، ولكن العناية به ليست بالمستوى المأمول، وهي عناية في الغالب عفوية فردية غير منظمة أو متأثرة كردة فعل لتوثيق حالة معينة ثم ترك هذا الموضوع. أتجاوز بعض النقاط اختصار الوقت. ماذا يضيف التاريخ الشفوي؟ يضيف التاريخ الشفوي أولاً معلومات جديدة، يضيف أبعاد جديدة ورؤى جديدة في تحليل الحوادث والوقائع، ثم يصحح معلومات ووقائع. وكم من معلومات ووقائع موجودة وهي غير صحيحة، ولكن لا توجد رواية أو لا توجد وثيقة مكتوبة تسعفنا في تأكيدها أو تفنيدها، ثم نكتشف بعد سنوات أو عقود أن هناك روايات شفهية لأناس شاركوا في الأحداث تفند أو تثبت، ولكن ما فائدتها بعد ذلك؟ نعم كوثيقة تاريخية تحفظ، ولكن هل ستؤثر على الصورة النمطية التي أخذت عن الواقع الفلانية أو الشخص الفلاني؟ للأسف لن تفلح في ذلك إلا من خلال التكرار. إذا جئنا إلى ثورة 20 والتاريخ الشفوي أو التاريخ الشفوي لثورة 20، سنكتشف بأن أساس الكتابة التاريخية أو التدوين التاريخي لثورة 20 هو الرواية الشفوية. فالمؤلفات الأولى الموثقة لتاريخ الثورة اعتمدت الروايات هنا وهناك، ولا سيما التي كتبت في مرحلة مبكرة وبعد الثورة بسنوات، عندما كان قادة الثورة وشيوخ الثورة وشعراء الثورة وأدباء الثورة موجودون، ثم بعد ذلك أيضا عندما كان أبناؤهم وهكذا. فلذلك نجد بأنه نعم اعتمدت هذه المصادر الأولى أو الرئيسة على وثائق، على كتب، على صحف، على برقيات، على رسائل، على أمور كثيرة جدا، ولكن جانب الرواية الشفوية فيها أيضا كبير. ونضرب أمثلة، يعني في الثورة العراقية الكبرى لعبد الرزاق الحسني، ثم ثورة 20 لعبد الله الفياض، من الكتب اللي هم أيضا كتابات
عباس العزاوي وغيرهم، هذه الكتابات التي تحدثت عن الثورة ووثقت هذه الثورة، كتاب أيضا علي البازرقان وغيره، هذه كلها اعتمدت على الروايات التاريخية الشفوية. أيضا كتب مذكرات من شاركوا في الثورة، هذه اعتمدت على رواية من شارك في الثورة، وقد كتبت عدة كتب للمذكرات من قبل بعض قادة الثورة أو المشاركين فيها، أو كتبت رواية عنهم من أدباء وكتاب ومؤرخين أو من أبنائهم، وهذا أيضا تاريخ شفوي تحول إلى تاريخ موثق ومكتوب. من أسباب انتشار الرواية الشفوية وتعزيزها لتاريخ ثورة العشرين هو أنه قلت مساحة إعلام الثورة، كلنا نعلم بأنه كان جريتين الاستقلال الفرات وعمرهم كان قصير جدا، بضعة أعداد، اثنينهم ما يتجاوزن يعني 18 و19 عدد، فهذه ما أعطت مساحة كافية لاستقصاء أخبار الثورة للكتاب المؤيدين للثورة، فكان هناك نوع من الرواية الشفوية اللي تحفظ الموقف، تحفظ تفاصيل معركة، تحفظ قصيدة، تحفظ الزوجة. وشفنا في ورقة الأستاذ حارث الأزدي توثيق بعض هذه الأمور التي نقلت شفويا ثم دونت بعد ذلك. فإذا عدم وجود المصادر الكافية دعا إلى توسع الرواية الشفوية. أيضا عدم تدوين كثير من الوقائع، لأنه كثير من الثوار خرجوا من بلادهم وغربوا وهجروا قتلوا استشهدوا أو أبعدوا بعضهم عن بلدانهم، فلذلك الروايات كتبت بعضها كتب متأخرا جدا، وتدرون عوامل يعني النسيان وما إلى ذلك تضغى على هذه الكتابات. أو اكتشاف بعض القصص والروايات الشفوية متأخرا جدا، يعني بعد عقدين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة بل خمسة بل مئة سنة نكتشف مرويات تفاصيل عن الثورة ما كانت موجودة في الكتابات. لو اعتني بها مبكرا واكتشفت في وقت مبكر كان يمكن الربط بينها وبين أمور أخرى. المهم هذه كلها كانت عوامل على سعة التدوين، عفوا انتشار التاريخ الشفوي لثورة العشرين وإمكانية الاستفادة منه. ضربت أمثلة طبعا أنا للكتب الأولى ولكتب المذكرات، ولكن هناك لقاءات كثيرة أجريت لكثير ممن شاركوا في الثورة في وسائل الإعلام العراقية والعربية والأجنبية لم تجمع إلى الآن، يعتني بها من يعي من أبناء هذه الشخصية من المقربين منها من مؤرخي هذه الفترة من الباحثين، ولكنها لم تجمع يستشهد بها هنا وهناك، وهذه تحتاج إلى جهد. في مرحلة تاريخية لاحقة برز اهتمام ما خاصة في الخمسينات والستينات والسبعينات واستمر حتى الثمانينات بإحياء ذكرى ثورة العشرين، فكلما تجددت ذكرى الثورة شمر بعض الباحثين عن سواعدهم للقاء بمن شارك في الثورة أو من تبقى منهم أو بعوائلهم للسماع منهم. وعلى هذا الأساس ظهرت جهود لعبد الحميد العلوتي وعبد العزيز الحجية رحمهم الله في عام 69، ولعبد الجبار العمر والسليم التكريتي، ثم في الثمانينات لكامل سلمان الجبوري اللي حاول أن يجري لقاءات مع كثير من قادة الثورة أو أحفاد الثورة اللي ما زالوا على قيد الحياة في ذلك الوقت، وصدر كتيبات صغيرة رسائل عن كل لقاء مع كل شخصية، ولكن بمجموعها شكلت تاريخا لا بأس به. في زماننا الحاضر إذا ذهبنا نستقرئ هذا الموضوع، نعم بدأت الرواية الشفوية تقل لأسباب عديدة ذكرناها فيما تقدم، وفاة من شارك في الأحداث، وفاة حتى أبناء من شارك في الأحداث، عدم وجود تدوين تاريخي عند كثير من عائلات من شارك أجدادهم وأبائهم في الثورة، فضلا عن ضياع بعض الوثائق لأسباب عديدة. لعل من أبرز وسائل الضياع ذكرناها أظن في محاضرة سابقة أنه الاحتلال البريطاني بدأ بمداهمة كثير من منازل أو بيوت بغداد، وخاصة للعلماء والكتاب وغيرهم والناشطين ضد الاحتلال البريطاني، للبحث عنهم أو عما يدينهم، فللأسف بعضهم يبدو تخلص مما لديه من كتب أو وثائق ورماها في نهر دجلة أو أحرقها فضاع، أيضا إرث كبير، وهناك واقعة مؤلمة في هذا الموضوع. أخيرا أشير إلى أحد الباحثين المعاصرين وهو الأخ فواز مصلح العجراوي من أهالي الفلوجة، اللي بدأ منذ مدة بتتبع تاريخ ثورة العشرين بل قبل ثورة العشرين حتى في معركة الشعابة ضد الاحتلال البريطاني عندما دخل الاحتلال في عام 1914، وبناء على مشاركة عدد من أجداده في ثورة العشرين وقبلها في معارك الشعابة فهو يحتفظ بهذا الإرث الشفوي، ثم بدأ بإظهار الإرث الشفوي الذي لديه عن مدينة الفلوجة ومشاركتها في ثورة العشرين والشهداء الذين أعطتهم، ثم معركة البواخر الأربع التي
تصدى لها الثوار شمال الفلوجة والقبائل التي شاركت فيها، وامتدادا إلى أحداث عام 41 ثورة مايس والمعركة الكبيرة التي جرت في الفلوجة. هذه المعلومات ما كانت موجودة، هناك وقائع عامة، وقائع مسجلة، ولكن هناك حوادث يتناقلها الأبناء عن الآباء عن الأجداد. لذلك ظهرت له عدة مقالات مهمة في هذا الموضوع تحتاج عناية ورعاية، وهي دعوة في ختام هذه المحاضرة إلى كل من لديه قدرة أو لديه معلومة أو لديه خبر ما عن ثورة العشرين أو عن أي حدث ما من تاريخ العراق الحديث والمعاصر، أن يبادر إلى كتابته بأي صورة ممكنة، ولا سيما بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي أصبح كل شيء يكتب يكون متاحا على شبكة الانترنت، ثم يأتي بعد ذلك دور الباحثين في التاريخ وعلماء التاريخ لجمع هذه الكتابات وغربلتها وإصدارها بطريقة ما من طرق الإصدار. فإذن خلاصة لما تقدم أن ثورة العشرين في ذكراها المئوية تستحق منا الجهود الكثيرة، وتستحق منا أيضا أن نبذل كل ما نستطيع في دراستها وقراءة جوانبها. وهنا أختم بالإشارة إلى المؤتمر الدولي الكبير الذي كان مزمعا أن يقام هذه الأيام بالشراكة بين مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية رسام ومركز الأمة للدراسات والتطوير عن ثورة العشرين في ذكراها المئوية الأولى، وقد شارك فيه بحسب علمي وحسب ما أخبروني الإخوة في اللجنة التحضيرية عدد كبير من الباحثين ليس من العراق فقط، وإنما من دول عربية وحتى من الهند ودول من المشرق ومن المغرب، والكل يجمع على أن ثورة العشرين كانت نقطة بارزة في تاريخ العرب المعاصر، وهذه نقطة أخرى تضاف إلى تاريخ الثورة قد يغفل عنها كثير من العراقيين. ولعله يقام قريبا إن شاء الله إذا من الله سبحانه وتعالى علينا بالفرج من أزمة الوباء، أو يقام بطريقة أخرى لكي لا نفوت هذه الفرصة للاحتفال بثورة العشرين في ذكراها المئوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شكرا للدكتور مثنى حارث الضاري على هذا العرض الوافي والموجز الذي سلط فيه الضوء على جانب مهم من تاريخ ثورة العشرين، وهو الرواية الشفهية. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الضيوف الكرام ونشكر المحاضرين الذين أتحفونا بهذه المحاضرات بهذه الكلمات الطيبة. نشكر الأستاذ مكي النزال، ونشكر الأستاذ حارث الأزدي، كما نشكر مسؤول القسم السياسي الدكتور مثنى حارث الضاري على هذا التقديم الموجز. وفي الختام أيضا نشكر حسن استماعكم ومشاهداتكم، وإلى لقاءات قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.